مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن معكم عزوز الديب هنا من منطقة الحسين لكي نتعرف على أنواع الأحجار الكريمة. وأهم شيء في الأحجار الكريمة اللي حضرتك تعرف إيه هو الحجر الكريم وبيتعمل ويصنع لإيه. هل ممكن يخش الخاتم لسلسلة لجلاية لحلق لسبحة؟ زي ما حضرتك ما شايفين كده، القطعة الواحدة ممكن، او زي ما يقال الحباية الواحدة ممكن تصل الى 3000 جنيه. زي ما حضرتك ما شايفين كده معانا، الحجر اللي قدام حضراتكم ده ممكن يصل ل 3000 جنيه. هنعرف مع حضراتكم ايه هي الاحجار وتدريجيا انواعها ايه. هتعرف حضرتك اسلام سعيد عبد المقصود. اسلام، كلمني على الاحجار واسعارها وتدريجيا ايه الحجر الاعلى. الحجر الاعلى طبعا الياقوت، بيبقى هو ماشي بالترتيب، الياقوت والزفير وبعدين الزمرد وبعدين يجي الاكمارين. واسعارها يعني مختلفه، يعني على حسب جوده الحجر والشفافيه بتاعته وكده. الحجر ده يعمل له كام يعني الحبايه؟ يعني الحجر ده بالايراد طبعا، الايراد بتاعه مثلا يعمل 350 جنيه. ده ياقوت افريقي، يعني على حسب وزنه يعمل مثلا من 2000 ل 3500 جنيه. على حسب وزنه. حسب وزنه. طيب كلمني على الاحجار الباقيه. انا شايف في برضه ياقوت هنا، ده الجدر، جدر الياقوت، بس ده مش شفاف وده رخيص، بس هو طبيعي يعني حجر ياقوت طبيعي، بس هو جدر انه قاتم، فسعره ما بيبقاش غالي قوي، يعني ممكن يبقى ب 500 ل 1000. كلمني على الحجر، ايه الاحجار اللي تخش في السبح وايه الاحجار اللي ممكن نقول عليها تنفع خواتم؟ ممكن هو ممكن المرجان والفيروز بيخشوا مثلا في خواتم رجالي، وبيخشوا برضه في خواتم حريمي، وممكن يتعمل منه سبح. انا في هنا برضه سبح المرجان اهو، ده مرجان تونسي طبيعي، دي برضه بتخش في كل حاجه، المرجان في الاشكال اللي انت عايزها كلها. تمام، كلمني على بقيه الاحجار اللي في الترمالين. ترمالين اهو، الترمالين ده متعدد الالوان، يعني بيبقى فيه منه اللون البامبي، بيبقى فيه منه اللون الاخضر، فيه منه اللون الاحمر بطيخي، وبرضه الناس بترغبه يعني، وفي نفس الوقت مش غالي برضه جدا يعني. انا شايف فيه خواتم كتير سيدات عندك. في كلمني على الاحجار اللي فيه، ايه الافضل السيدات بتحبه ولا هو اذواق؟ هي اذواق وكده. و طلعها معلش عشان تبان اكتر خواتم. في الاحجار دي بلو توباز، ده اسموك توباز، كل ده توباز ما عدا الازرق، ده زفير، وحواليه اللي هو الزركون الابيض. الزركون الابيض ده ما بيبقاش طبيعي، لانه طبعا ده على فضه، مش معقول احط انا الماز على فضه. تمام، مش ممكن يعني. هيبقى غالي جدا، ويعني الالماز بيتحط على الدهب. ده برضو شكله حلو، والستات بتحبه. يعني الخاتم برضو على حسب وزنه، يعني الجرام مثلا هيعمل له مثلا 35 جنيه، 40 جنيه الجرام في الفضة. تمام. هل الفص بيتقل سعر الخاتم ولا لا؟ هو احنا بنشتري ده مستورد من بره، بنشتري بالقطعة حتة واحدة. تمام. بنشتري كله على بعضه، الأحجار بالفضة. هو طبعا صعب ان انت هتفصل سعر الحجر لوحده والفضة لوحده، هيبقى لان احنا بنشتري كميات كبيره، فاحنا بناخده قطعه كلها على بعضها بسعر واحد. طيب تعال نرجع بقى ليه، نرجع بعيد عن الخواتم الحريم، يكلمنا على باقي الاحجار. انا شايف في حجر اخضر قدامنا وحجر اسود. في حجر الاخضر طبعا، في زمرد، وفي طوباز اخضر، وفي زبرجد. يعني ده مثلا الزبرجد اللي هو ده زبرجد، ده الزبرجد. هل في منه غامق وفاتح ولا لا؟ طبعا في منه اللي هو الغامق، وفي منه الشفاف الفاتح، ده اللي هو الشفاف. تمام. الزبرجد ده مصري. مصر فيها احجار برضو كتير، بس للاسف احنا ما بنستغلش الاحجار اللي موجوده في مصر. تمام. يعني مهمله جدا.
طب كلمني على بقية الأحجار، عندك شايف في أحجار تانية وألوان مختلفة؟ في برضو الطوباز الأصفر، ده حاجة برضو قيمة جدا. الطوباز الأصفر ده بيخش لإيه؟ ده طبعا ده حريمي، بيخش ممكن يخش دلاية، ممكن يخش خاتم، بيبقى شكله جميل جدا الطوباز الأصفر ده، وغالي جدا على فكرة. ده عامل كام القطعة؟ يعني الفص زي ده ممكن يخش له في 15,000. 15,000 جنيه الطوباز الأصفر الطبيعي. طيب أنا عايز أعرف منك بالنسبة للأحجار الكريمة إزاي أفرقها؟ وطبعا لازم برضو في فاتح. طبعا هو لازم برضو العميل يبقى عنده برضو خبرة شوية في الأحجار، أو يبقى عنده فكرة ومعلومات عشان يقدر يحدد. أو يا إما لو هو ما يعرفش لازم يبقى بالشهادة على الحجر، بالشهادة بتاعته. الحجر بيجي بشهادات؟ مش كله دايما يعني، مش كله. بس لو هو العميل عنده ثقة في الراجل اللي رايح له أو المحل اللي هو رايح له يبقى كويس، يعني ما يحقشش على واحد جديد او ياخد منه حجر اللي ممكن انا يبقى فيه تلاعب. تمام، الثقه مهمه جدا في الحكايه دي. كلمنا على بقيه الاحجار تدريجيا كمان ايضا. انا شايف هو ترتيب الاحجار بيبقى اول حاجه طبعا الالماز، تمام، يجي بعديه الياقوت، يجي بعديه الزفير، يجي بعديه الزمرد، وبعد كده الاحجار التانية زي الاكوامارين والترمالين والتوبازات كلها. لكن هو اول خمس احجار معروف عالميا هو الالماز، ياقوت، زفير، زمرد، والاكوامارين. دول اول خمس احجار معروفين، واسعارهم بتتفاوت بقى على حسب الجوده بتاعه الحجر. طيب اخر سؤال، ازاي ست البيت او مقتني الفضه عامه يحافظ على الحجر؟ الحجر يعني هو بيبقى وضعه شكله كده، يعني ما هو مش هيحصل له اي حاجه الا بقى لو استخدم بقى في المايه كتير مثلا وهي بتغسل مثلا. الصابون طبعا بيأثر على الحاجات دي، والروائح الحاجات دي والعرق والحاجات دي برضه بتأثر على الفضه والاحجار وكده. ممكن الحجر يقفل او اللون ياخد درجه لون بعد مده معينه، فده ممكن هي تيجي بعد كده بيتلمع يعني على المكنة. تمام، بياخد تلميعة كده بيرجع لوضعه الطبيعي. يعني عايز اسألك بالنسبة للأحجار الكريمة، كل حاجة ليها روحانيات في الأحجار الكريمة كما يقال في بعض الأسطورة. هو الحاجات دي طبعا من زمان موجودة من أيام الفراعنة طبعا، كله حاجة لها روحانيات طبعا وكده. يعني يقولوا مثلا على سبيل المثال النوع دوت، يقول لك مثلا للحسد الفاروز. هو الفاروز مريح جدا، بيدي الواحد تفاؤل، بيخلي الواحد عنده امل كده. ايه هي دي تاني؟ يجي المرجان، المرجان التونسي برضو مريح برضو كده، مريح. في حاجات هو برضو الحكايه دي بتبقى على حسب، في واحده بيبقى بتلبس الحجر اللي يليق بيها. تمام، يعني ممكن في واحده بيليق عليها اللابس حجر اسمه اللابس، شكلها ولبسها وكده اللابس يمشي مع الشكل بتاعها والجسم بتاعها وكده، يبقى راكبين مع بعض كده. في واحده تانية الفاروز يمشي معاها قوي، تمام، لايقه على فيروس، لايقه على شكلها وكده. جميل، زي اللبس كده، زي اللبس. يعني واحده بتحب تلبس ايه اللي تنصح للسيدات عامه؟ احنا داخلين على فصل على العيد الفطر، فاغلبيه الناس تنزل تشتري مقتنياتها، فعايزين نسال بقى بالنسبه للفتره العمريه، تنصح السيدات من عمر مثلا 15 لحد 25 تلبس نوع ايه مثلا من الاحجار؟ هو ده برضو أذواق، يعني أذواق، يعني كل واحدة بتلبس اللي يريحها واللي بيعجبها. أنا ما انصحش بنت معينة تلبس حاجة معينة، يعني ما البنت بترتاح لإيه وبتحب إيه تشتريه. بس هو ده يعني في الأحجار اللي هي المعروفة، يعني الألماس طبعا
في زمرد جميل جدا، الفيروز برضو. أنا بشكرك وبشكر مقبل المسابقة، كنا معكم هنا في الحسين اللي كان يتعرف بالأخص خصوصا الحسينية، هي منبع الأحجار الكريمة زي ما حضرتك شايفين معانا هنا جميع الأحجار، وحاولنا نتعرف على بعض أنواع الأحجار تدريجيا، إيه المحبب وإيه المفضل ليا السيدات، وإيه اللي يستخدم للسبع والدلايات والسلاسل. أشكرك استسلام، شكرا جزيلا، ألف شكر. أشكر متابعينا السبع، كنا معكم على السوق دي هنا من الحسينية الأحجار الكريمة.